أكدت وزارة شؤون البلديات والزراعة جاهزيتها واستعدادها لموسم عيد الأضحى لهذا العام من خلال خطة لتغطية أماكن ذبح الأضاحي المرخصة بتوفير أطباء بيطريين لتسهيل وتسريع عملية الفحص، مشيرة إلى أنه تم استيراد نحو 50,000 رأس من الأغنام بالإضافة إلى 300 رأس من الأبقار لتلبية طلبات الأضاحي خلال 3 أيام التشريق من ذي الحجة.